أصاب المسلم هم ولا غم، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. من قال هذا الدعاء أذهب الله همه وغمه وحزنه وأبدله مكانه فرحه. الله جل وعلا رحمن رحيم حنان منان، لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت: يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها قوة ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يد. أي الناس أشد بلاء يا رسول الله؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل روى الترمذي وابن ماجة بسند حسن من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.